وعودة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتسهيل عودة المصريين من السودان ومن أمام معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ضعنا في تفاصيل الأوضاع لديك الآن. تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البرية الحدودية الذي يربط بين مصر والسودان، واستمرار لتوافد الحافلات التي تقل المواطنين والرعاية من المدن السودانية إلى معبر أرقين. وكما ترى الآن من خلفي اصطفاف هذه الحافلات على أرصفة وطرق معبر أرقين، وهذه الحافلات التي تجاوزت أكثر من 250 حافلة ليصل عدد من تم إجلاؤهم بأكثر من 904 من المواطنين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن. ونحن بصدد وصول العديد بل العشرات من هذه الحافلات التي تقل المواطنين سواء المصريين أو السودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى إلى معبر أرقين. هذه نتيجة للجهود المصرية الكبيرة والمتواصلة والمتمثلة في عدد من المؤسسات والأجهزة والوزارات، و على رأسها ومن بينها وزارة الخارجية التي تقوم بتخصيص وزيادة خطوط وأرقام لعاجلة وأيضا ساخنة لنقل المواطنين من كافة المدن السودانية، وأيضا المتابعة المستمرة مع السفارة المصرية بالخرطوم وأيضا قنصليتي الخرطوم وبور السودان. ولو تحدثنا عن مكتب القنصل أيضا في مدينة وادي حلفة التي تبعد بقدر 60 كيلو متر من هذا الموقع الذي يتواجد به الآن من داخل معبر أرقين البري الحدودي. ولو تحدثنا عن رحلة من يأتي إلى هذا المعبر والتسهيلات التي تقوم بها الدولة المصرية عند قدوم الحافلات إلى معبر أرقين، يتم استقبالها ويتم أيضا تسهيل عمليات الأوراق والتأكد من صحة التأشيرات وأيضا تسهيل عملية التوثيق حتى يتثنى لهؤلاء الوصول إلى المحطة الأخرى. نعم. وهي المساعدات الإنسانية والطبية عن طريق فرق الهلال الأحمر المصرية التي تقدم المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها. نعم. وأيضا يعني الدعم النفسي كما ذكرت رامي كل الجهات بفرق متحركة كثيرة. نعم، كما ذكرت رامي كل الجهات تعمل في سبيل تسهيل عودة المصريين القادمين من السودان بريا عبر معبر أرقين. كنت معنا من هناك مباشرة زميلي مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، شكرا جزيلا لك.